بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الباب الخامس، والذي عنون له بقوله: باب في العرافة. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له: أفلحت يا قديم، إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في سياق كتاب الإمارة والعرافة المذكورة هنا، وسيأتي أيضا حديث آخر فيها. هي نوع من الولاية، نوع من الولاية تكون دون الإمارة، دون الإمارة، ويكون من مسؤولية من ولي عليها أن يوصل مصالح ومطالب من هم تحت عرافته إلى الأمير أو إلى من هو أكبر منه. وهذا الصحابي الجليل المقدام بن معدي كرب، وهو من الفرسان المشهورين وممن أبلوا بلاء حسنا في قتال الكفار وفي فتوحات الإسلام العظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام لاطفه، يعني حدثه حديث المؤاخاة والمحبة والمودة. وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على منكبه، على منكب المقدام رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه نوع من التألف ونوع من إظهار الود والمحبة والحرص على مصلحة من يحدثه الإنسان أو من يتقرب إليه. ولا شك أن مثل هذا التصرف أدعى للقبول بما سيقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع يده على منكبه وناداه بالتصغير، ما قال له يا مقدام، قال له يا قديم. والتصغير من أغراضه في اللغة العربية أحياناً المدح، أحياناً يكون التصغير للمدح والثناء والتحبب، كما أنه قد يكون في بعض الأحيان التصغير للتحقير أو للتهويل، كما يقال: هذه دويهية، دويهية تصغير داهية، وليس المقصود تحقير شأنها بل تعظيم خطرها والتنفير منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لاطفه مثنيا عليه متوددا له: يا قديم، إن مت ولم تكن أميرا ولا عريفا دخلت الجنة. اقرأ الحديث.
أفلحت. وهذا الحديث الذي ربطه النبي عليه الصلاة والسلام ربط الفلاح بعدم تولي هذه المناصب ومنها العرافة، ربط النبي عليه الصلاة والسلام الفلاح بعدم توليها، لأن هذا هو الأصل، ألا يسعى الإنسان إلى مثل هذه الأمور. وسعيه كما مر معنا في الدرس الماضي دليل على تطلعه ودليل على هوى نفسه مما يخشى منه عليه، أن تزل قدمه، أن يتبع هواه، أن يظلم غيره. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لاطف المقدام بهذا المعنى، أنه إذا توفي ولم يكن أميراً ولا عريفاً ولا عنده شيء من المسؤوليات فقد أفلح، لأن هذا تخفيف من المساءلة وتخفيف من المسؤولية التي قد تلحق به فيما لو تولى شيئاً من ذلك، لأن هذه الولاية مظنة. مظنة لماذا؟ مظنة للظلم، مظنة للبغي، مظنة للتكبر، مظنة لأكل أموال الناس بالباطل أو التجاوز في حقوق الناس. فلذلك السلامة منها هي الأقرب إلى النجاة، هي الأقرب للنجاة. وهذا لا يعني أن من لم يكن كذلك، لم يكن أميراً ولا عريفاً ولا نحو ذلك، أنه سيفلح في كل الأحوال، لأنه قد يكون مقصراً في جانب آخر، مقصراً في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، واقعاً في بعض الحرمات الكبيرة، في بعض كبائر الذنوب كالزنا والعياذ بالله والسرقة وشرب الخمر ونحو وعقوق الوالدين. لكن لو فرض أنه لم يكن عليه مساءلة ولا مؤاخذة في الجوانب الأخرى وكان أميراً أو عريفاً أو نحو ذلك، كان هذا المنصب مظنة، لأنه يظلم، لأنه يقع في الخطأ، لأنه يقع في التجاوز، فيكون ذلك مدعاةً لسؤاله ومحاسبته في يوم القيامة. فالنجاة والسلامة والفلاح في البعد عن هذه الأمور. وهذا دليل من النبي عليه الصلاة والسلام على أن الابتعاد عن هذه الأمور والسلامة منها هو السلامة، والحرص عليها والتطلع لها هذا قد يقود الإنسان إلى الوقوع فيما لا تحمد عقبا. قد مر معنا في الدرس الماضي كما في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أنه جاء مع اثنين من قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل كل واحد منهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يوليه عماله، أن يسند إليه بعض المهام، بعض الأمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر، إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه، لأن هذا كما قلنا قبل قليل دليل على التطلع وعلى الرغبة وعلى التشوف الذي يقود الإنسان إلى التقصير وإلى المؤاخذة. فمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للمقدام أن السلامة أن يبتعد الإنسان عن مثل هذه الأمور، وهذه الأمور لا بد منها، هذه الأمور لا يمكن أن تستقيم الحياة بدون أن يوجد هؤلاء المسؤولون. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، يعني إن جاءتك بدون رغبة بدون سؤال أعنت عليها. فالإنسان المسلم عليه كفل من نفسه أن يتقي الله في مثل هذه الأمور، ألا يتطلع إليها، ألا يحرص عليها، لأنها أمانة، والأمانة ثقيلة، قد يفرط فيها الإنسان وقد يقصر وقد يتجاوز، ولا يبعد أن يحصل من الإنسان شيء من ذلك قليل أو كثير فيحاسب عليه في يوم القيامة. ولذلك كان الفلاح والسلامة
في عدم الدخول فيها. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا بشر بن المفضل قال: أخبرنا غالب بن القطان عن رجل عن أبيه عن جده أنهم كانوا على منهل من المناهل، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبي يقرئك السلام، وإنه جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فإن قال لك نعم أو لا فقل له: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فأتاه فقال: إن أبي يقرئك السلام. فقال: وعليك وعلى أبيك السلام. فقال: إن أبي جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم، فهو أحق بها أم هم؟ فقال: إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم، فإنهم أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قتلوا على الإسلام. وقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فقال: إن العرافة حق، ولا بد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار. نعم، هذا الحديث اشتمل على أمرين، أحدهما هو موضوع العرافة، ولكن قبله هذا الرجل المبارك أسلم بعد أن بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أحب أن يشركه قومه في هذا الخير، وزاد في ترغيبهم في ذلك بعد أن دعاهم بأن أعطاهم 100 من الإبل إنهم أسلموا، وهذا شيء كثير في ذلك الزمان، أعطاهم 100 من الإبل إنهم أسلموا، فدخلوا في الإسلام، وقسم هذه الإبل بينهم، ثم بعد مدة بدا له أن يرتجعها، أن يأخذها، فأراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، هل له الحق في أن يستعيد هذه الإبل التي أعطاها لقومه على أن يسلموا أو ليس له الحق؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن هذا الرجل، هذا الرجل أرسل بابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه شيخ كبير، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه إن بدا له أن يسلمها لهم، يعني إن رغب في أن يمضي ما أعطاهم فله ذلك، لأن فعل المعروف ليس فيه تحجير، وما دام أنه قد أعطاهم هو من ماله فإن بدا له أن يمضي هذا فلا حرج عليه، وإن أراد أن يستعيد هذا منهم فهو أحق به. طيب، هذا الأمر قد يتعارض مع ما هو مذكور من حكم الهبة والعطية، أن الإنسان إذا وهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، وهذا عند أكثر العلماء أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب، والعياذ بالله، يقيء ثم يعود في قيئه، يأكل، يعني هذا القيء الذي أخرجه من جوفه يعود فيأكله مرة أخرى، وهذا غاية التنفير، ولذلك الحكم عند كثير من العلماء بحرمة الرجوع في الهبة.
فهل هذا الأمر حرمة الرجوع منطبق على حال هذا الرجل الذي أعطى قومه 100 من الإبل على أن يسلموا أو ليس بمنطبق؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب ألا يمضيه فهو أحق به، يعني هو أحق، يعني صاحب الحق الأول والأكثر في أن يرتجع ما أعطاهم. لماذا؟ لأن الأمر هنا من أجل الإسلام والدخول في دين الله، وهذا أمر لا يشترى ولا يباع. الذي يدخل في دين الله لا بد أن يدخل طواعية، لا إكراها في الدين، يدخل طواعية، وبذلك تترتب عليه أحكام الإسلام. فإذا دخل وأبى بعد ذلك فهو مرتد، يطبق عليه حكم المرتد في الشريعة. فما دام أنهم قد دخلوا في دين الله فليس لهم مكافأة من الناس، من الخلق، حسابهم على الله وأجرهم عند الله، فلذلك لا يستحقون هذه إلا إذا رغب هو وسخت نفسه بأن يترك لهم ما أعطاهم. لكن إذا أراد أن يرتجع هذا فهو أحق به، لأنه بذل لهم من أجل دخولهم في الإسلام. فلما دخلوا في الإسلام هذا أمر ليس من باب العقود وليس من باب الأشياء التي فيها قبول ورفض وفيها خيار. ما دام أنه قد دخل فهو قد دخل طواعية وحسابه على الله سبحانه وتعالى، فلذلك هو أحق بماله هذا لو رغب. نعم. الأمر الثاني والذي يتعلق بالباب الذي معنا هنا هو موضوع العرافة. هذا الرجل الكبير، كبير السن، كان عندهم ماء، منهل، نبع ماء يرد عليه الناس يشربون منه ويسقون منه دوابهم ويتزودون منه، وكان هو عريف الماء، كان هو المسؤول عن هذا النبع، وبحكم مسؤوليته هذه قد يقرب ويبعد ويؤجل ويعطي ويمنع، مسؤول، هو المسؤول عن هذا الماء. أما كيف وصل له هذا الأمر؟ قد يكون وصل له بالتوارث ممن قبله، أو بكونه هو استطاع أن يصل إلى هذا بقوته أو نحو ذلك. فالرجل طلب من ابنه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد السؤال الأول عن موضوع الإبل التي دفعها أبوه لقومه من أجل دخولهم في الإسلام، قال له إذا أجابك بنعم أو لا قل له إن أبي عريف الماء وهو رجل كبير السن ويسألك أن تعطيني العرافة بعده، أن أكون أنا العريف بعده. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن العرفاء لا بد منهم، هذا كما يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لا بد من وجود إدارة، لا بد من وجود مسؤولية تنظم شأن الناس في هذه الحياة، في كل قطاع، في كل موقع، سواء أكان هذا كبيرا أم صغيرا الموقع، حتى إلى أن يصل إلى رئاسة الدولة لا بد من وجود هذا. فهؤلاء العرفاء لا بد من وجودهم، ينظمون أمر الناس ويوصلون حاجاتهم ويرتبون الأمور، لا بد من وجودهم. لكن هؤلاء العرفاء مظنة للوقوع في الأخطاء، مظنة للتقصير، مظنة للظلم، فلذلك كانوا عملهم هذا مما قد يؤدي بهم إلى النار، مما قد يؤدي بهم إلى النار، لأنهم في هذا الموقع قد يتطاولون، قد يظلمون، قد يقصرون. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما منعه هنا ولا قال له العرافة ليست حقا لأبيك، بين النبي عليه الصلاة والسلام أهميتها، لكنه في الجانب الآخر بين شؤمها، أن هذه العرافة
وتولي أمثال هذه الأمور أنه قد يقود إلى الظلم وإلى البغي وإلى التقصير وإلى التجاوز الذي يؤاخذ عليه الإنسان، وهذا تنفير له حتى لا يقدم، حتى لا يطلب هذه العرافة. وهذا متسق مع ما تقدم من كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يولي من طلب الولاية، هذه نوع من الولاية، فلم يولي النبي عليه الصلاة والسلام من طلب العمل والولاية فيما ذكرنا من الحديث الذي ذكر في الدرس الماضي، وهذا نوع منه، هذا يريد العرافة وهي نوع من الولاية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين شؤمها. هذه العرافة قد تكون هي أصغر الولايات أو من أصغر الولايات، فإذا كان هذا هو حكمها فما هو أكبر منها كما يقول العلماء من باب قياس الأولى أو من باب الأولى، يعني إذا كان هذا حكم الأصغر فما كان أكبر منه فهو من باب أولى أن يكون محذرا منه حتى لا يقع الإنسان فيما يظلم. والظلم حرمه الله سبحانه وتعالى، وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ونهى عباده عنه، وقال جل ذكره: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، والعياذ بالله. فإذا كان هذا مما يقود أو قد يوقع الإنسان في الظلم فحري بالعاقل الحريص على مصلحته أن يتباعد عنه. باب في اتخاذ الكاتب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السجل، ما هو السجل؟ السجل الذي تعارف عليه الناس هو ما يدون فيه، ما يدون فيه، ما يكتب فيه، ولكن قد يطلق هذا على الكاتب نفسه الذي يقوم بالتسجيل، وهذا سائغ في اللغة العربية، إطلاق الحال على المحل وإطلاق اسم المحل على الحال، فهذا الكاتب يكتب في السجل، فسمي الكاتب الذي يكتب في السجل باسم السجل الذي يدون فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له من يكتب له، يكتب له ماذا؟ ماذا يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يكتب له الوحي، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام كتاب كثر، كان له 12 كاتبا أو أكثر للنبي عليه الصلاة والسلام يكتبون الوحي، منهم زيد بن ثابت، ومنهم عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، ومعاوية بن أبي سفيان، ومنهم وأخوه يزيد، ومنهم عبد الله بن أبي السرح، كثيرون هؤلاء كانوا يكتبون للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا في ديوان ولا كانوا في مكان واحد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي في الطريق مع أصحابه في المسجد، يعني في أماكن كثيرة كان ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة قرآن، فإذا نزل عليه هذا أمر من بحضرته من الكتاب أن يكتبوه فيكتبونهم، فهؤلاء كان عددهم كثيرا، لكنهم لم يكونوا مجتمعين ولم يكونوا في كل الأحوال في مكان واحد، فكانوا يكتبون للنبي عليه الصلاة والسلام الوحي. أيضا كان لهم مهام أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل بكتبه إلى النواحي، إلى الأمراء، إلى الملوك، أرسل إلى كسرى وأرسل إلى غيره،
وأرسل إلى المقوقس حاكم مصر، وأرسل إلى حاكم البحرين وغيرها، كان يرسل لهم رسائل تدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، وكان عليها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها موجود الآن، صورته موجودة محفوظ في بعض المكتبات، خطاب النبي عليه خطابات النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرسلها مع بعض الرسل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب ولا كان يقرأ، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لماذا؟ قال: إذا لارتاب المبطلون. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب أو يقرأ لقالوا: هذا من كتابة محمد، هذا من تأليف محمد، هذا من كلام محمد. لكن هذا كان ينزل وحيا على النبي عليه الصلاة والسلام فيأمر من بحضرته بكتابته. هذه حكمة. لماذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قارئا وكاتبا؟ لهذا المعنى، مع أنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله برأه وقال: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فكيف يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو الذي تكلم بالقرآن، أنه هو الذي ألفه، هو الذي أوجده؟ هذا كلام باطل لا يصح، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يسبق له عهد بالقراءة ولا بالكتابة، إنما كان أميا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالأمية لا تنافي التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام علمه ربه وأدبه ربه. النبي عليه الصلاة والسلام كان عالما بكل هذه الأمور التي أوحى بها الله سبحانه وتعالى إليه، لكن لم يكن يعرف القراءة والكتابة. فالسجل هذا الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب له الوحي أو يكتب له المراسلات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل بها. نعم. باب في السعاية على الصدقة. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي قال: أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. نعم، هذا فيه ثناء على من يقوم بالعمالة. العمالة هي السعاية في جلب الصدقات وجمعها، وهذا يكلف من ولي الأمر بأن يذهب إلى النواحي، إلى البلدان، ليجمع هذه الصدقات الزكوات، يجمعها ممن تجب عليهم ويأتي بها إلى الإمام، فهو مؤتمن من جهة الإمام على هذا الأمر العظيم، لأن هذه الصدقات هي من أعظم موارد الدولة الإسلامية في ذلك الزمان. كانت هذه تجمع ويؤتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المصدق أو العامل أو الساعي، كلها أسماء له، هذا مؤتمن عليها، وهو مؤتمن أيضا على حقوق أصحاب الأموال، لا يجور عليهم، لا يأخذ منهم شيئا بغير حق، لا يغالطهم، هذا، ولا يفرط أيضا ولا يقصر في حق الله سبحانه وتعالى الواجب في هذه الأموال والتي أرسل من أجلها لجمعها. فإذا أدى هذا كله، التزم بما أرسل إليه، حافظ على الحق الشرعي ولم يظلم الناس، كان له كأجر المجاهد حتى يرجع. لأن هذه قد تتطلب أسفار، قد يسافر في هذا، فهو أجره كأجر المجاهد.
والمجاهد يجري عليه عمله الصالح إلى أن يرجع، كذلك هذا الساعي يجري عليه عمله الصالح إلى أن يرجع، تشبيها له بالمجاهد، كالمجاهد هذا إذا لم يكن قد تطلع إلى السعاية ولم يكن قد عمل على تحصيلها ولم يسعى إلى هذا المنصب وإنما كلف به، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكلف بعض أصحابه بجمع الصدقات بني فلان أو البلد الفلاني أو نحو ذلك، هذا إذا كلف من الإمام بهذا الأمر وأدى حق الله ولم يظلم الناس كان أجره كأجر المجاهد إلى أن يرجع، يعني يجري عليه عمله الصالح حتى يرجع إلى أهله مرة أخرى. وهذا فيه ثناء على من يقوم بهذا العمل بحقه، ومن حقه ألا يسعى إليه، من حق هذا الأمر ألا يسعى إليه وألا يتطلع إليه، لكن إذا كلف به عليه أن يتقي الله فيه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة صاحب مكس. نعم، المكس هذا يعني النقص ويعني الظلم، وهذا تدل أدلة الشريعة الكثيرة على تحريمه والمنع منه، لكن إيراده هنا في باب الولايات هذا دليل على أن الذي يتولى شيئا من ذلك ويظلم الناس، يظلم أو يتجاوز، هذا صاحب مكس، إذا ظلم أخذ غير الحق، أرسل لولاية معينة لجمع الصدقات مثلا والزكوات فزاد على الناس أو جار عليهم أو خالف الشروط الشرعية، هذا مكس يعني نقص وظلم وجار، فهذا صاحب المكس والعياذ بالله في النار، في النار صاحب المكس، لأنه وقع في هذا الظلم العظيم. كل هذه الأدلة التي تدل على إثم من ظلم ومن بغى ومن تجاوز الحد من الولاة، هذا كله دليل على التنفير من السعي إلى طلب هذه الولايات، لكن إذا ابتلي الإنسان بها فصبر واحتمل كتب الله له الأجر وأعانه. وفي الجانب الآخر كما يقول النبي عليه السلام: أجره كأجر المجاهد حتى يرجع إلى أهله، يجري عليه عمله يعني كأجر المجاهد، المجاهد له أجره في الجهاد وله أجره في عودته حتى يرجع إلى أهله، يجري عليه عمله الصالح، كذلك هذا الساعي. لكن إذا كان ظالما صاحب مكس، صاحب نقص، صاحب ظلم، هذا والعياذ بالله على خطر عظيم، خطر عظيم. نعم، من أعظم الذنوب هذه المكس، وهي ما تسمى ربما باصطلاح العصر الضرائب، الضرائب تدخل في المكس إذا كانت من الظلم، إذا كانت هذه الضرائب تؤخذ من الناس ظلما وبغير حق بغير وجه شرعي فهي من المكس. كذلك أيضا هؤلاء الذين يتولون مثل هذه المناصب قد يأخذون شيئا لأنفسهم زيادة على الحق الشرعي، فهذا أخذ بدون حق، أخذ بظلم، فلذلك كان عقاب أمثال هؤلاء الذين يظلمون ويجورون عقابهم دخول النار والعياذ بالله. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغراء عن ابن إسحاق قال: الذي يعشر الناس يعني صاحب المكس. نعم، العشار هو الذي يأخذ هذه الضرائب أو يأخذ هذه العشور أو الاستحقاقات، لكن ليس المقصود الذي يأخذها بحقها، الزكاة لها أنصبة معروفة في الشريعة،
والعشور هذه التي تؤخذ من الأراضي الخراجية التي فتحها المسلمون، البلدان التي فتحها المسلمون وتركوا الأراضي بأيدي أهلها غير المسلمين ليزرعوها ويصلحوها، فعليهم العشور. وكذلك في التجارات التي تدخل إلى بلاد المسلمين من غير المسلمين من الحربيين في ذلك الزمان تعشر، هذه تؤخذ عليها ضرائب. فهؤلاء الذين يأخذون المقدار المشروع من غير ظلم ولا تجاوز لا شيء عليهم، لكن الذين يزيدون ويظلمون ويبخسون الناس هؤلاء هم الذين ذكرهم الحديث أنهم أصحاب المكس. باب في الخليفة يستخلف. قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: إني ألا أستخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. نعم، نحن هذا الكتاب اسمه كتاب الإمارة والفيء، ومن الإمارة ولاية أمر المسلمين، فالخليفة له أن يستخلف، يعني من كان خليفة من كان وليا للأمر له أن يستخلف. وخليفة الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاءنا في شيء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الخليفة بعدي أبو بكر، ولكن المسلمين فهموا من منصب أبي بكر ومنزلته عند النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته في الإسلام أنه وإمامته في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، فهموا من ذلك كله أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. حصلت مشاورات ومحاورات ومداولات في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة انجلى لهم الأمر بعد ذلك، وقال بعضهم: رضيه رسول الله لديننا، يعني أن يكون إماما للصلاة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني مسألة الدنيا أقل من مسألة الدين. هذا إضافة إلى ما كان هنالك من النصوص التي تدل على فضل أبي بكر وتقريبه وتقديمه، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كثر الناس المسلمون كثروا حول مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوا وابتنوا بيوتهم وسكنوا حول المسجد، حرصا على ماذا؟ على الهبات والعطيات التي توزع في هذا المسجد؟ لا، حرصا على القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن مسجده. وأصبح كل صاحب دار يأتي إلى المسجد يكون يبتنيها بقرب المسجد يفتح بابا شارعا إلى المسجد، فلما كثرت هذه الأبواب وبقي أناس آخرون يتمنون هذا المنصب فلم يجدوه، ضاقت، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسد هذه الأبواب الشارعة إلى المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام: كل خوخة في المسجد تسد، كل باب يسد إلا خوخة أبي بكر. ماذا يعني هذا؟ الناس تفهم أيضا منزلة أبي بكر وهي موجودة الآن، لعل من يذهب منكم إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام سيجدها مكتوبة:
خوخة أبي بكر، هذا مكانها، لقد تغير البناء، لكن مكانها هو في ذلك الموقع، خوخة أبي بكر. فلذلك الصحابة ولوا أبا بكر وبايعوه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما حضرت أبو بكر الوفاة، وأبو بكر كما يقول علماؤنا، علماء الأمة قاطبة، أمة المسلمين وأهل الكتاب والسنة، يقولون إن أفضل الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام من؟ أبو بكر، أفضل الأمة بعد نبيها، وهذه مرتبة عظيمة. ولذلك أبو بكر لما حضرته الوفاة، من حرصه على هذه الأمة وخشيته عليها أن ينفرط عقدها، استخلف. ما معنى استخلف؟ يعني ولى عليهم، كتب كتاباً ولى فيه من؟ عمر بن الخطاب. أبو بكر الحريص على الأمة، صاحب الرسول، السابق إلى الإسلام، صاحب هذه الفضائل كلها، هل يمكن أو يتصور أن يختار لهذه الأمة من لا يكون أفضلها بعده؟ لا يمكن. فلذلك استخلف عمر، وكان عمر هو أمير المؤمنين بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب، لما انتقل الأمر إلى عمر في أخريات حياته قبل وفاته، كان من هناك من يراجعه في هذا الأمر، أن يكتب كتاباً كما كتب أبو بكر كتاباً يستخلف فيه. لكن عمر كان حريصاً على نفسه، ما كان يريد أن يقع في شيء يساءل عنه في يوم القيامة أو يتحمل بسببه أوزاراً. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما استخلف. هل استخلف الرسول؟ ما استخلف. قال إن لم أستخلف فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، وإن أستخلف. فأبو بكر استخلف. يعني عندنا أمران، أمر ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ماذا؟ عدم الاستخلاف. وأمر ثبت عن أبي بكر، وهو ماذا؟ الاستخلاف. ها؟ يعني أنا عندي مندوحة، كأنه يقول إن استخلفت فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف. من الذي يروي هذا عن عمر؟ الذي يرويه عن عمر رضي الله تعالى عنه ابنه الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أدرك عبد الله بفطنته وذكائه أن أباه لن يستخلف. كيف؟ من أين له؟ نزل عليه وحي؟ لا، من العبارة التي ذكرها أبوه. أبوه ذكر أمرين، ذكر عدم الاستخلاف من الرسول، والاستخلاف ممن؟ من أبي بكر. يقول فلما قالها علمت أنه لن يستخلف، لأنه لن يسوي بالنبي عليه الصلاة والسلام أحدا في ميزان عمر، حتى وإن كان أبو بكر صديقه وحبيبه وأقرب الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام إليه، لكنه لا يسوي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر الأمرين معا يقول علمت أنه لن يستخلف، لأنه لن يسوي بالنبي عليه الصلاة والسلام أحدا. وهذا الذي حصل، لم يستخلف عمر رضي الله تعالى عنه أحدا بعده. وإنما القصة المعروفة أنه وكل الأمر لأهل الشورى. أهل الشورى من هم؟ هم البقية الباقية من أهل بدر، أوكل الأمر إليهم ليختاروا من بينهم، هؤلاء النفر هم خلاصة الصحابة الموجودين، ليختاروا من بينهم واحدا. وقد تحاوروا وتناقشوا، ثم بعد ذلك اختاروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فعمر لم يستخلف، لكن المبدأ موجود، وهو أن أبا بكر استخلف عمر
رضي الله تعالى عنه. نعم. باب ما جاء في البيعة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويلقننا فيما استطعتم. نعم، البيعة يا إخوة عهد عظيم، عهد يقطعه الإنسان على نفسه وهي مع الله. البيعة في الإسلام هذه بيعة مع الله سبحانه وتعالى، كما يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. حتى وإن كان الذي يستوفي هذا العهد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هي في حقيقتها بيعة مع من؟ بيعة مع الله سبحانه وتعالى. ها؟ هذه البيعة. فالرسول كان يدعوهم إلى البيعة على السمع والطاعة فيسارعون: نبايعك يا رسول الله على السمع والطاعة، وينصرفون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقنهم، يعني يذكرهم، يعلمهم فيما استطعنا، فيما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى لا يقع الإنسان في الحرج، حتى لا يقع الإنسان في الحرج. السمع والطاعة قال: فيما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقنهم بذلك، وهذا من حرصه ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رأفته ورحمته بأصحابه أنه ما كان يقبل هذه البيعة مطلقا فيشق الأمر عليهم بعد ذلك فيما لو لم يستطيعوا، فقال: فيما استطعتم. أن يقول الإنسان: أبايع على السمع والطاعة فيما استطعنا، فيما استطعنا. نعم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قالت: ما مس النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. نعم، هذه البيعة تسمى بيعة النساء، بيعة النساء هي بيعة على السمع والطاعة، لكنها لم تكن مصافحة. الرجال كان يصافحهم ويأخذ بأيديهم، لكن النساء ما كان يصافحهن، كان يبايعهن كلاما. فإذا أخذ عليها، يعني إذا بايعها على السمع والطاعة، قال: اذهبي فقد بايعتك، لا حاجة إلى المصافحة. تقول أم المؤمنين: ما مست يد النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط. هذا الكلام لا بد أن نفهم المقصود منه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تمس يده يد أزواجه، كانت تمس يده يد بناته، يد قريباته، لكن المقصود النساء الأجانب. المرأة الأجنبية، حتى وإن قال من قال إن الحضارة الآن والحياة تغيرت والأمور تتطلب شيئا غير ذلك، المجتمع البدوي، المجتمع الذي كان في عهد الرسول، ذلك هو الأكرم والأطهر والأفضل، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. تقول: ما مست يده يد امرأة قط. لماذا؟ هل المرأة فيها نجاسة؟ المرأة فيها نجاسة يعني لا يجوز أن تمس؟ لا، لكن لأن مساس الرجل الأجنبي يد المرأة الأجنبية مظنة، يعني يتوقع منه أن يقود هذا إلى شيء آخر، حرارة يدها، نعومة ملمسها إلى آخره، قد تثير، وإن لم يكن هذا عند كل الناس، لكن ربما يكون هذا بابا عند بعض الناس من أبواب الفساد التي تقود إلى ما لا تحمد عقباه من الفواحش
والمنكرات والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، ما كان يبايع النساء إلا كلاما، إذا أخذ عليهن العهد قال قد بايعتك انصرفي خلاص، لا حاجة إلى المصافحة. هذا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، كما ترويه زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فنحن البيعة للرجال والنساء، البيعة للرجال وللنساء، الرجال يصافحهم والنساء يبايعهن كلاما ولا يصافحهن، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هديه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صغير، فمسح رأسه. نعم، هذا دليل أيضا أن البيعة إنما تكون من المكلفين. من هو المكلف في الشريعة؟ المسلم البالغ العاقل، لأن الإنسان قد يكون مسلما بحكم أنه ولد في مجتمع المسلم من أبوين مسلمين، ولكنه لم يبلغ، صغير، وقد يبلغ ولكنه لا يكون عاقلا، يكون معتوها مجنونا، ها؟ فحتى يكون مكلفا، ما معنى كونه مكلفا؟ أنه تترتب عليه أحكام الشرع ويطالب بأداء التكاليف الشرعية، الصلاة والزكاة ونحوها، فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا لابد أن يكون مكلفا. فالبيعة عهد والتزام، لابد أن يكون الذي يتعهد بذلك من هو؟ مكلف. أن هذه المرأة جاءت بابنها هذا عبد الله بن هشام وهو صغير، صبي، وقالت يا رسول الله بايعه. لماذا حرصت أمه على هذا الأمر؟ حتى تحصل له البركة، يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أنه صغير، يعني لا تتصور البيعة من مثل هذا، ومع ذلك مسح بيده الشريفة على رأس هذا الصبي. وهذه كانت أمنية عند الصحابة، عند الصحابة جميعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم، أنه يتلطف بهم، أنه يمسح على رؤوس أبنائهم ونحو ذلك. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه وبين لأمه أن هذا لا يبايع مثله، لأنه غير مكلف، صغير، صغير لم يكلف. نعم، نتوقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على الحق والخير والهدى، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير.